مشاهدينا الكرام، للمزيد حول خروقات اتفاق وقف إطلاق النار والتسوية النهائية في ليبيا ينضم إلينا الأستاذ مصطفى الساقزلي المحلل السياسي الليبي عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بكم أستاذ مصطفى. بداية، في الوقت الذي تجلس فيه الأطراف المتصارعة في ليبيا لإيجاد مخارج مناسبة ومرضية كذلك للأزمة، تظهر صور الأقمار الصناعية حفر المرتزق الروس خندقا حول السرت، قبل أن تظهر الفيديوهات الطائرات الروسية وهي تحمل طائرات نقل تحمل ميليشيات الجنجويد. في ظل هذه التحركات من أطراف بعينها، هل يمكن أن يخرج المجتمعون بحلول حقيقية في برلين؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام. طبعا ما يحدث في حول سرت من حفر خنادق للفاغنر وكذلك مجموعات حفتر من الجنجويد وغيرها، واضح أنه تهديد لكل الحوارات سواء التي تسري في المغرب أو التي تسير في تونس مع بعثة الأمم المتحدة وفي جنيف. ومن الواضح أن حفتر وقواته والدول الداعمة له دائما تجهز في سيناريوهات مختلفة، كما حدث في 4/4/2019. كان هناك لقاء مزمع عقده في غدامس للتوافق، ولكن قبلها بأيام معدودة حفتر شن هجومه على مدينة طرابلس. فليس من الغريب أن تكون هذه التحشيدات وحفر الخنادق تجهيزا لسيناريو مماثل إذا رأى حفتر أن الاتفاقيات الجديدة بين الساسة الليبيين في الشرق والغرب قد تؤدي إلى إخراجه من المشهد. طيب، يعني هذه التحركات تتزامن مع نهاية مدة 90 يوم المتفق عليها لوقف إطلاق النار، والذي ينص أيضا على انسحاب المرتزقة من ليبيا. ما توقعاتك في ظل هذه التحركات من قبل أطراف بعينها؟ في الحقيقة واضح أن الاتفاقية 5+5 وهي 5 من الضباط التابعين لحكومة الوفاق و5 من الضباط التابعين لجيش حفتر، تم الاتفاق على أن يتم إخراج كل المرتزقة بما فيها فاغنر والجنجويد وغيرهم، لكن انتهت المهلة دون إخراجهم بل مزيد من التحشيد والتمكين. واضح أن طرف حفتر يكتب الوقت لإشعال حرب أخرى، فمن المعروف أن حفتر ليس لديه أي رؤية سياسية لبناء دولة أو التصالح، وإنما هو يعني هدف الوحيد هو السيطرة على كامل ليبيا بالحديد والنار، فهذا هو مشروعه، وللأسف هناك دول إقليمية تدعم هذا المشروع. هنا نأتي إلى نقطة الدول الراعية لحل الأزمة في ليبيا، كيف ترى أو تتابع دورها وكذلك دور الأمم المتحدة في وقف هذه الانتهاكات من قبل حفتر وعقيلة صالح والقوى الداعمة لهم كما تفضلت؟ هو هذه الدول طبعا مرتبطة بمسار الأمم المتحدة وكلها تصر علنا أنها داعمة لمسار الأمم المتحدة، ولكن في الحقيقة بعض من هذه الدول تلعب في لعبة مزدوجة، فمن جهة تساند مسار الأمم المتحدة ومن جهة أخرى تساند التحركات العسكرية لحفتر، فهناك عدم مصداقية في بعض المواقف الدولية وخاصة مصر ودولة الإمارات تحديدا وفرنسا كذلك. فهناك ازدواجية يعني في المواقف، من جهة يدعون دعم المسار السياسي ومن جهة أخرى يصرون على دعم حفتر وفاغنر وكذلك روسيا طبعا في هذا المعسكر. طيب، كثيرا ما تحدث مراقبون عن ثورنة الأزمة الليبية، أي تحويل ليبيا إلى ما يشبه سوريا. هل تعتقد أن بايدن الذي يركن إلى الحلول الناعمة قادر على حل الأزمة الليبية، أم أن وصوله هي فرصة لروسيا وحلفائها الإقليميين لمزيد من التمدد في ليبيا، ما يعني طبعا تعقيد الأزمة؟ هو المتوقع أن تكون حكومة بايدن، خاصة أن وزير الخارجية في حكومة بايدن كان ممن ساندوا الثورة الليبية ضد معمر القذافي، فمن المتوقع أن تكون أميل إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا، خاصة أن فريق بايدن في جزء كبير منه خاصة في الخارجية كان جزء من حكومة أوباما. لكن وكذلك كما نعرف يعني حكومة ترامب
كانت لديها دعم لما تقوم به الإمارات ومصر السيسي ومحمد بن زايد، وكذلك لم تكن لم تواجه روسيا كما ينبغي. فمن المتوقع أن تكون حكومة بايدن والخارجية الأمريكية القادمة أكثر دعما لحكومة طرابلس والمسار الديمقراطي والانتخابات ودولة إقامة دولة مدنية في ليبيا. الأستاذ محمد مصطفى الساقزلي المحلل السياسي الليبي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.